Yeah.
الذين جاء يديهم زمام الأمور وقيادة الناس والقوامة عليهم كالحكام والآباء والأزواج ورجال العشائر والوصلات وكل مسلم من صاحب مسؤولية على غيره، فهؤلاء نهيب بهم جميعا أن يضبطوا المجتمع بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالعزيمة والقوة والفرح، لأن الله يدعو بالسلطان ما لا يدعوه القرآن. والمسلمون كما ترون يعيشون اليوم في بيئة